صباح الخير. النهاردة إن شاء الله هنستكمل جولتنا في المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني، وهنتكلم على معبد دندرة، وهو حقيقة معبد مهم جدا ومن المعابد اللي أنت كجايد ممكن تشتغل عليها، حلوة قوي وفيها حاجات كتير جدا ممكن تقف وتتكلم وتشرح عنها. طبعا في البداية قبل ما نتكلم على معبد دندرة، المفروض ان احنا بنبقى عارفين المكان اللي احنا رايحينه دوت هو بيقع فين بالظبط، وايه اهميته، وايه الاسامي القديمة بتاعت دندرة نفسها. ادي موقع دندرة. طبعا دندرة تعتبر جزء من محافظة قنا، وكان ليها وهي بتقع على الجانب الغربي لنهر النيل، تقريبا 5 كيلو متر شمال محافظة قنا. دندرة كانت ليها أسامي مختلفة جدا في مصر القديمة، يعني وفقا للنصوص كان بيطلق عليها في بعض الأحيان إونت أي المدينة، وفي بعض الأحيان الأخرى إونت تا نثرت، يعني مدينة الإلهة. وطبعا نثرت ديت أو الإلهة كانت بتشير للإلهة حتحور، واللي باعتبارها إن هي كانت المعبودة الرئيسية لمعبد دندرة والمعبودة الرئيسية في هذا المكان. بعد كده حرف اسم إونت تا نثرت أو إونت ليصبح في الإغريقية تنتيروس، وبعد دخول العرب لمصر أصبح بيطلق عليها كلمة دندرة تسهيلا يعني للنطق. طبعا برضو دندرة نقدر نقول إن هذا المكان كان عاصمة الإقليم السادس من أقاليم مصر العليا. تعالوا نقول الكلام دوت بالإنجليش مع بعض. دندرة was known in the ancient Egyptian language with two names. The first name is Iwenit, which means the city. The second name is Iwenit Ta Neterit, which means the city of the goddess. Who is this goddess? The goddess is goddess Hathor, because goddess Hathor was the first member of the divine triad of Dandara, and she was the main goddess of this place. Iwenit Ta Neterit was pronounced by the Greeks to be Tentiris. Tentiris. So the name was modified, يعني إيه modified؟ يعني تم تحويره from Iwenit, the city, Iwenit Ta Neterit, the city of the goddess, to be pronounced by the Greeks as Tentiris. And after the Arabs, after the Arab conquest to Egypt, this noun or this nomination was modified to be Dandara. تمام؟ وهو الاسم يعني المتداول حاليا لهذا المكان. طيب بالنسبة لتاريخ المعبد، المعبد دوت بيرجع لأنه عصر؟ الحقيقة وفقا لبعض النصوص اللي الموجودة لسرديب معبد دندرة، فإن المعبد الأساسي أو يعني أول معبد أسس في هذا المكان بيرجع لعصر الملك خوفو في عصر الأسرة الرابعة، ويعني أغلب الظن هذا المعبد تم تدميره أو إن هو دمر وتم إعادة بنائه مرة أخرى في عصر بيبي الأول في عصر الأسرة السادسة. بعد كده في جاء ملوك من ملوك الدولة الحديثة زي مثلا أحمس الأول، تحتمس الثالث، أمنحتب الثاني والثالث، رمسيس الثاني نكتنبه، بدأوا يضيفوا أجزاء مختلفة لهذا المعبد ويعيدوا بناؤه مرة أخرى. تمام؟ تعالوا نقول الكلام دوت مرة أخرى. يبقى according to the inscriptions، according to the inscriptions يعني وفقا للنصوص، in the crypts of Dandara. يعني إيه crypts؟ الكريبتس اللي هي السراديب. والحقيقة احنا هنقف شوية عن موضوع السراديب لما نيجي نشرح السراديب. السراديب تعتبر معبد دندرة هي أكمل سراديب المعابد وهي أكثرها اتقانا، وتعتبر من النماذج النادرة جدا للسراديب اللي بتحمل زخارف ونصوص ومناظر غاية في الروعة. يبقى according to the inscriptions of the crypts of Dandara، وفقا لسراديب المعبد، the original temple was built during the reign of King Khufu of the fourth dynasty. المعبد الرئيسي كان بيرجع لعصر الملك خوفو. After that this temple, this pharaonic temple was destroyed during the reign during the reign of Khufu, and after that it was rebuilt once again by Pepi the first of the sixth dynasty.
as we said, after that, different kings from the new kingdom, such as Ahmud I, Thutmose III, Amenhotep II and III, Ramses II, and even Nektanab I, they built or added architectural elements to this temple. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو تم طبعا اعاده تشييد البناء مره اخرى بشكل زي ما احنا شايفينه بقى دلوقتي، اللي هو البناء او المعبد الرئيسي اللي احنا بنتكلم عليه، بيرجع تقريبا لعصر بطليموس ال 12 اللي معروف طبعا في المصادر التاريخيه باسم ايوليتس، زي ما اتكلمنا في التاريخ قبل كده وقلنا ان ايوليتس معناها ايه؟ الزمار. تمام، وبيرجع تقريبا في فتره ال 27 السنه 27 من حكم هذا ايه الملك. الكونستراكشن بتاع المعبد او بناء المعبد اخذ تقريبا فتره طويله، يعني تقريبا 34 سنه لغايه تقريبا العصر السنه التاسعه من الامبراطور الروماني اوغسطس. تمام، فاذا هذا المعبد بيرجع لاواخر العصر البطلمي، في عصر الملك بطلميوس ال 12 المعروف في الوثائق التاريخيه باسم ايوليتس اي الزمار، واستمر بناؤه لغايه عصر الامبراطور اوغسطس. According to the inscriptions of the temple, the current building, يعني إيه the current building؟ يعني المعبد الحالي أو المبنى الحالي dates back to the 27th year of Ptolemy the 12th reign. And the construction of the temple lasted for about 34 years till the 9th reign of the Roman Emperor Augustus. So this temple dates back to the late Ptolemaic period and it continued in construction. It continued to be constructed till the reign of the early Roman period during the reign of the Roman Emperor Augustus. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده في الديانة عن الترايدز والسواليس المختلفة للمعبد، وقلنا ان الترايد بتاع معبد دندرة او مكان دندرة هو يعني ثالوث مختلف تماما، وفي حاجة كده يونيك ان العضو الاول في الثالوث حتحور، وده على عكس عادة السواليس في الديانة المصرية القديمة ان دايما العضو الاول بيبقى ميل مش فيميل، لكن الثالوث هنا زي ما قلنا مختلف، وهنلاقي حتحور هي العضو الاول والعضو الثاني هو حورس بحتتي اللي هو حورس اوف بحتت، حورس المعبود الرئيسي لمنطقه ادفو، اتكلمنا عن معبد ادفو قبل كده، والعضو الثالث هو حورس ايحي. دايما بنقول لان دي ساعات بتعمل لخبطه، الترايد بتاع دندره شبيه جدا بالترايد بتاع ادفو، وبنقول دايما ان ايه علشان ما تتلخبطش بتاع دندره هو حتحور بما ان هي كانت اول التونترت مدينه او السيتي بتاعه المدينه، فطبيعي ان بتاعه الالهه، فطبيعي ان الالهه هنا سيده فاول عضو فيها حتحور. ولو عكست العضو الاول والعضو الثاني من ترايد دندره وشيلت حورس ايحي وحطيت بداله حورس سيماتاوي القابض على الارضين، هيطلع ده هو ده ترايد اوف ايه اوف ادفو. So concerning the triad، ويعني ايه the triad؟ It's a group of three deities. الثالوث معناها جروب من ثلاث آلهة. It's a group of three deities and this type of grouping was very famous or very common in the ancient Egyptian religion. كان يعني وجود السواليس تعتبر حاجة دارجة جدا في الديانة المصرية القديمة. The triad of Dandara is very unique. يعني ايه unique؟ يعني مختلف. مختلف بقى في ايه؟ That the first triad, the first member in this triad is female and not male, mainly goddess Hathor. And after that her consort was Horus Bihtiti, Horus god of Edfu. And the third member is Horus Ihi. ادي تخطيط الكومبلكس بتاعت معبد دندرة، والحقيقه معبد دندرة مش مجرد معبد حتحور فقط، لا طبعا في حاجات تانية هنقدر احنا ايه نشرحها. المعبد اورينتد كالعاده ناحيه يعني المسار بتاعه شمال جنوب، ادي اهوت السهم شمال، يعني ادي الشمال اهو وادي الجنوب ايه اهو. احنا لقينا تريسز لبعض الكي اللي هو مرسى للسفن، قدرنا ان احنا يحصل لها يعني بدأت بعض الحفاير توضح ان كان في كده بقايا لكي او بقايا لمرسى لسفن، كما هي عادة المعابد المصرية القديمة في الناحية الشمالية قريب يعني ايه من نهر النيل. اذا هذا المعبد كان ليه مرسى للسفن، بيصل هذا المعبد بايه؟ بنهر النيل. Okay, طيب تعالوا نقول الكلام ده والتاني بالإنجلش. Concerning the orientation of the complex of Dandara, the temple of the
temple of Hathor and the surrounding temples or chapels here. خلاص they are once enclosed with the enclosure wall and the orientation of the temple is north south. Okay, and recent discoveries, الحفاير الحديثة يعني, recent discoveries discover traces, يعني ايه traces؟ يعني بقايا, discover traces of a quay which was used for welcoming the ships, يعني هي بتستقبل السفن, used for welcoming the ships and the different voyages for the visitors or of the visitors of the temple. طيب تعالوا مع بعض نشوف كده واحدة واحدة ايه الحاجات اللي احنا ممكن نقابلها. اول حاجة انت عندك بقايا الانكلوجر وول اهي, ادي بقايا الانكلوجر وول كانت بتحيط بالمعبد كله تمام, وهي مصنوعة من المد بريك, وتقريبا ساعة هذا الجدار كانت 280 في 290 متر, وتم استكمالها في عصر الامبراطور تيبيريوس في تقريبا في 23 ميلادية. كان لهذا الانكلوجر وول او الحائط او السور اللي كان بيحيط بالكومبلكس بتاع دندرة كان ليه تو جيتس. تعالوا كده نشوف الخريطة تاني مع بعض. الانكلوجر وول دي نفسها كان لها تو جيتس, ادي الجيت الاولاني اللي هو الجيت النورث, والجيت اهو ادي الجيت الشرقي, فبالتالي كان ليه بوابتين. الكومبلكس بتاع الدندرة كان ليها بوابتين كانوا موجودين ويفن خلال السور بتاع ايه المعبد نفسه تمام. ادي بقايا طبعا السور, وادي البوابة الشرقية بتاعة المعبد. خلاص احنا عادة بندخل يعني الكومبلكس بتتزار من البوابة الأساسية اللي هي البوابة الشمالية, لما دي البوابة الشرقية اللي بتقع شرق المعبد, وادي اهو حتى الانكلوجر وول اهو موجود اهو. The wall complex of Dendera was once surrounded by a mud brick enclosure wall. It was once surrounded by mud brick enclosure wall. The walls measured about 28 times 29 meters and was completed during the time of the Roman Emperor Tiberius about 23 BC AD. The enclosure wall had once two entrances, the northern entrance is the main entrance of the complex, and the eastern entrance here, it was another subsidiary entrance. خلاص they were found in the enclosure wall of this complex. ادي اهوت الخريطة تاني. طيب اول ما بتدخل كده هتلاقي على اليمين والشمال من البوابة حاجة اسمها الرومان فاونتن, اللي هي زي النافورة الرومانية, بقايا كده نافورة رومانية. الفاونتن ديت من اسمها طبعا هي بترجع للعصر الروماني تقريبا, يعني قال المؤرخون من القرن الثاني للقرن الرابع الميلادي. الفاونتن عادة كانت يعني كانت موجودة على جانبي البوابة الشمالية للمعبد, و every fountain هنلاقي ان كل fountain بيتقدمها row من الكولومز with Corinthian columns اهي, شايفين ده التاج الكورنثي تمام. والفاونتنز ديت كانت بتستخدم من اجل التطهر قبل دخول لحرم المعبد, يعني كان الغاية الاساسية منها هي التطهر قبل الدخول لحرم المعبد تمام. So flanking the entrance, تعالوا كده ندخل نشوف كده بس المقاحة فين بالظبط. انت هنا كجايد واقف هنا وهتبدأ تدخل من البوابة الشمالية, هتلاقي هو تعالى اليمين وعلى الشمال شايفين we have flanking the entrance. هنا هنلاقي مبنيين دول بيرجعوا للعصر الروماني قرن تاني لقرن الرابع الميلادي, وكانوا بيستخدموا للتطهر, وفيهم صف من أربع أعمدة بالتاج الكورنثي, وهو أحد التيجان اليونانية الرومانية اللي دخلت في مصر زي التاج الدوري مثلا. خلاص التاج الكورنثي هو يعتبر مستوحى من العمارة اليونانية الرومانية تمام. يبقى flanking the northern entrance of the complex of Dendera we can find the Roman fountain. Here there are two buildings flanking, يعني ايه flanking؟ يعني على جانبي. flanking the northern entrance the main gateway to the complex of Dendera. Every building was it consists of a small building which was used for purification,
يعني ايه purification؟ يعني التطهر. It was used for purification before entering the complex of the temple. And it's preceded, يعني تقدمها. It's preceded by a row of four columns with Cornithian capitals. And as we said before, the Cornithian capitals is a type of Greek capitals that was found in Egypt, such as the Doric capitals and the Cornithian capitals. تمام، ادي اهوت انت واقف وهتلاقي المبنى اللي بيستخدم الرومان فاونتن اهو. طيب بعد، وده واحد هنا وواحد الناحيه الثانيه. تمام، طيب ادي اهيت البوابه الرئيسيه اللي هي البوابه الشماليه. تعالوا كده نتكلم عنها شويه. الحقيقه زي ما قلنا ان هي البوابتين دول، البوابه ديت هي كانت البوابه الرئيسيه لهذا المعبد، ويقال ان هي كانت بترجع لعصر الامبراطور دوميتيان، تمام، والامبراطور تراجان، وكانت تعتبر جزء لا يتجزأ من الانكلوجر وول بتاعة المعبد. على الجانبي يعني الجانبين بتوع البوابة ديت هنلاقي ريجسترز كده، صفوف بتمثل الأباطرة دوميتيان وتراجان وهم بيقدموا القرابين المختلفة للإلهة حتحور والإلهة إيزيس. وطبعا هذه البوابة كانت بتخش منها وبتطلع منها البروسيشن بتاعت جادس حتحور أثناء احتفالاتها، يعني مواكب الإله إيزيس كانت بتطلع من البوابة الرئيسية دخولا إيابا وذهابا من وإلى المعبد. وعلشان كده في بعض الكتب هتلاقيها اتسمت جيت اوف حتحور، اتسمت إن هي بوابة الإله حتحور. تمام، يبقى نرجع للخريطة أهو تاني. يبقى after passing from the two Roman fountains we found ourselves in front of the northern gateway, and as we said before this is the main gateway of the temple. It was a part once a part of the main enclosure wall of the temple, and it was used during the processions. يعني a procession يعني المواكب. It was used during the processions of goddess Hathor in her festivals, and therefore it was sometimes called the gateway of Hathor. As we see here, the north gateway, the main gateway, is divided into different registers, and in every register we can find the Roman Empress Trajan and Domitian are making offerings to goddess Hathor and also goddess Isis. And we can find also that the north gateway is flanked by two the Rubens or traces of two sphinxes as a sign of protection. ادي اهوت منظر عام وانت داخل اهوت. يبقى انت هتبقى واقف هنا كجايد هتشرح التو رومان فاونتنز. خلاص، رومان فاونتنز from the 2nd to 4th century AD. After that we have you have the gate of north gate dating back to the Roman Emperor Domitian, and with different shapes of offerings or scenes of offerings, and it was used during the processions. And you also you have two statues or two traces of two statues of sphinxes as a sign of protection. ادي المنظر برضو Northern Gateway بشكل اقرب. علشان كده being used by the procession of goddess Hathor, sometimes this gateway was called the gateway of Hathor. ادي شايفين اهوت حتى ال upper part of this gateway is flanked with the shapes of the winged solar sun disk and the winged scarab as a sign of protection. طيب انت اهو خلاص بدأت تدخل من النورثن جيت وي وداخل على الكومبلكس بقى نفسها بتاعة معبد دندرة. خلاص انت دخلت هنا كده، هتشوف ايه بقى؟ هتبدأ تشوف الاوبن كورت، او نقدر نقول الاوبن ميوزيوم اكتر. الاوبن ميوزيوم دوت يعتبر حديث. الحقيقة وزارة السياحة والآثار بدأت تجمع القطع اللي تم اكتشافها مؤخرا في المناطق بتاع منطقة دندرة، واللي تم اكتشافها قبل كده وكانت موجودة مثلا في المخازن، وبدأت ترتبها بشكل معين وتعرضها في الاوبن كورت بتاع المعبد في شكل ايه؟ اوبن ميوزيوم. يبقى after passing from the northern gateway, which is the main gateway of the temple, we can find some pieces which were discovered in the area of the temple, in the precinct of the temple, اللي هي منطقة المعبد. And these pieces are displayed in an open museum. They are arranged, alas, by the Ministry of Tourism and Archaeology, and they are now displayed in an open museum.
دي برضو نماذج من القطع اللي بيتم عرضها في الأوبن كورت بتاع المعبد. خلاص ادي اهي النورثن جيت واي اهو، خلاص ده بقايا الانكلوجر وول، انت خلاص كده دخلت جوه، وادي الاوبن ميوزيوم جزء هنا وجزء على الناحيه الثانيه، وبره اهو شايفين بقايا الكورنيثيان كابيتالز بتاعه الرومان فاونتن، يبقى كده انت جوه المعبد نفسه. دخلنا جوه المعبد هتلاقي على الناحيه الشرقيه زي ما قلنا، تعالوا نرجع كده للخريطه، انت خلاص دخلت هنا كده وشرحت الاوبن ميوزيوم فلانكينج the entrance of the temple. Here you can find the eastern gateway. انت كده على مرمى البصر بتشوفه ال eastern gateway، تمام اهو خلاص. وال eastern gateway دوت بيقع شرق المعبد، عشان كده بيسمى بالبوابة الشرقية، وهو يعتبر اقدم في البناء في العهد عن البوابة الشمالية، هو اقدم في التاريخ. الايسترن جيت واي دوت يقال ان هو وفقا طبعا للبقايا المناظر اللي فيه، هو بيرجع لعصر الامبراطور اوجستس واستكمل في عصر الامبراطور نيرون، باضاف بعض المناظر ليه. الايسترن جيت واي دوت يقال ان هو كان على نفس الاكسس او المحور بتاع المعبد القديم بتاع ايزيس، او يعني بيوصل نفس محور المعبد القديم بتاع الاله ايزيس، وهو كان معبد ايزيس بيرجع لعصر دوله الرعامسة. بالإضافة لكده إن الجيت واي دوت كان بيستخدم للبروسيشنز بتاعة الإلهة حتحور وهي جاية من إدفو خلاص، وعلشان كده بعض الكتب بتطلق عليه جيت أوف هورس. معنى كده إيه؟ إن البروسيشن الموكب بتاع حتحور كان بيخرج من البوابة الرئيسية، تمام، وبعد ما يخلص زيارة، وبعد ما الموكب بتاع حتحور يخلص الزيارة والاحتفال بتاعه في إدفو، بيرجع وبيدخل تاني من خلال البوابة الشرقية. وعلشان كده البوابة الرئيسية سميت ببوابة حتحور، والبوابة الشرقية سميت ببوابة حورس، نسبة لحورس بحتتي اللي منها جاي الموكب بتاع الإلهة حتحور. وزي ما قلنا ايه الفرق ما بين الايسترن جيت واي والنورثن جيت واي؟ النورثن جيت واي هو الجيت واي الاساسي، والايسترن جيت واي دوت هو الجيت واي اللي كان بتدخل منه الموكب بعد الانتهاء من الاحتفالات، وهو اقدم. ايه الاقدم في التاريخ؟ الايسترن جيت واي الاولاني كان بيرجع لعصر الامبراطور دوميتيان في المقام الاول واستكمل في عهد تروجان، انما الايسترن جيت واي زي ما احنا شايفين او زي ما بتقول المصادر هو بيرجع لعصر اوغستس والامبراطور واستكمل في عصر نيرون. وبرضه بنقول ان الايسترن جيت واي بيرجع يعني بيبقى على نفس الاكسس او المحور بتاع معبد صغير، كان بقايا معبد كان موجود للإلهة إيزيس، وبيرجع لعصر الرعامسة عصر الدولة الحديثة. خلاص so on the eastern side we can find the eastern gateway. The eastern gateway was used by the processions of goddess Hathor after يعني after the end of the festivals, after ending her visit to the temple of Edfu, the temple of her husband Horus Behtiti. And therefore the eastern gateway was called the gateway of Horus and the northern gateway is called the gateway of Hathor. Which one is older, the eastern or the northern, northern gateway? The eastern gateway. The eastern gateway dates back to the Roman Emperor Augustus and Nero, while the eastern gateway dates back to the Roman Emperor Domitian and Trajan. Okay, and both of them were once part of the enclosure wall surrounding the wall complex. This also, the eastern gateway also was the part it lies on the same axis. يعني it lies on the same axis على نفس محور. A small temple which was consecrated for goddess Hathor Isis. It was consecrated for goddess Isis and dates back to the Ramesside period. خلاص يبقى احنا كده خلصنا الرومان فاونتنز، النورثن جيت واي with two sphinxes، the open court with an open museum، the enclosure wall and also the eastern gateway. بعد كده هتبدأ تدخل على المنشآت اللي تقدر تشوفها. أول حاجة هتلاقيها هو المميزي بتاع نكتنبو، ادي المميزي هو بتاع نكتنبو موجود معاك اهو هنا خلاص. This is the Mamizi of Nektanebo، وده يعتبر دوت من أقدم الأماكن أو المنشآت الموجودة في منشآت دندرة.
هو يعتبر هو أقدم مبنى من ضمن الكومبلكس بتاع دندرة كلها، وهو بيرجع لعصر نكتنبو الأول في العصر الأسرة الثلاثين، لكن تم استكمال زخرفته في عصر الأسرة أو في عصر البطالمة، بطلميوس الثامن بشكل خاص، والبطلميوس التاسع، وبطلميوس ال 12 اللي هو الزمار. وهو عبارة عن تشابل كده صغيرة، أو يعني بيرس هاوس عبارة عن تشابل مقصورة صغيرة وسراوندينج رومز إيه حواليها، بعض الرومز اللي حواليها. Okay, so the mummies of the Nectanebo the first is the oldest surviving building. يعني ايه oldest surviving building؟ هو اقدم مبنى موجود. The oldest surviving building in the complex of Dandara. It lies to the east of the visitor and it dates back to the Egyptian god, Egyptian pharaoh or the pharaoh or the king Nectanebo the first of the 13th dynasty. However, its decoration and building was completed by the Ptolemies, mainly Ptolemy the 8th, Ptolemy the 9th and Ptolemy the 12th, Eulites, اللي هو الزمار. It consists mainly of a chapel. يعني ايه chapel؟ يعني مقصورة صغيرة. Surrounded by. يعني ايه surrounded by؟ يعني حواليها. Surrounded by number of rooms. طيب ايه الحاجات المميزة ليك اللي انت ممكن تشرحها في المعبد او تشرحها في المكان في الشابل بتاعت او البيرث هاوس بتاعت نكتنبو the first؟ الحقيقة المنظر بتاع ان الملك اهو بيتم اقتياده من قبل الاله خنوم والاله حقات. والإلهة حقات زي ما اتكلمنا عنها قبل كده هي إلهة بتتخذ أنثى برأس ضفدع، لأن طبعا الضفدع كانت من الحيوانات اللي معروفة أو الأمفيبينس اللي معروفة بالخصوبة الشديدة، فعشان كده أصبحت رمز للخصوبة والولادة، وكانت بتظهر مع خنوم بشكل خاص، وأثناء كمان اقتياد الملك أو اقتياد حاكم مصر في البيرث هاوسز وبيوت الولادة، وأثناء إن خنوم بيعمل القاء بتاعة الملك أو الإله على عجلة الفخار دايما حقات برضو كانت بتظهر. وبنلاقي هنا برضو أنوبيس وهو بيدحرج قرص الشمس، قرص قصدي القمر، للتعبير عن الكونتينيوتي، للتعبير عن ان هو يعني ايه استمرارية الملك، لان او استمرارية الحياة، وبيدل على الاستمرارية او الاترنتي او الخلود. وهنا حقنو الإله بتاع الماجيك. تمام. طيب المنظر دوت مش فاكرين ان احنا شفنا منظر كده شبيه؟ احنا فعلا شفنا منظر على فكرة شبيه، والناس اللي يعني مركزة معانا في الشرح، المنظر دوت شبيه جدا ولقيناه فعلا موجود في المميزي اللي موجود بتاع فيلا. خلاص المميزي الروما المميزي اللي بيقع ما بين الصرح الاول والتاني، المعبد فيلا اللي بتدخله من خلال الصرح الاول فيه كده subsidiary entrance بيدخلنا على طول للمميزي بتاع معبد فيلا. وقلنا قد ايه ان المميزي بتاع معبد فيلا، بتاع معبد ايزيس في فيلا، فيه مناظر بديهة جدا انت ممكن كجايد تقف عندها وتشرحها. خلاص يبقى one of the very remarkable scenes in the birth house of Nectanebo the first in the complex of Dandara is this scene. We found a similar scene in the Roman mummy of Phila, on the temple of Isis of Phila. Here we can find here the king and he is led by, يعني led by leadership من خلال مين؟ بقيادة مين بقى؟ خنوم as a ram-headed man and Hekat as a frog-headed woman. They are leading him to Hekka. Hekka is a god of magic. Okay. And behind them we can find Anubis, the god of embalmment and the guardian of the tomb. إله التحنيط وحامي الجبانة. He is depicted as a jackal-headed man and he is rolling the full moon. What is the symbolism of rolling the full moon? Is symbolizing continuity. Okay. خلاص انت هنا بدأت تشرح اهوت المميزي بتاعت نكتنبو the most ancient surviving building in the complex of دندرة. هو اقدم حاجة احنا لقيناها في الكومبلكس بتاع دندرة. بعد كده ممكن تشرح ايه؟ ادي الرومان مميزي اهو، تعالوا نشوفه على الخريطة. ادي الرومان مميزي، يبقى النكتنبو مميزي اهو والرومان مميزي ايه اهو. طيب ادي رومان بيرث هاوس. تمام. ورومان بيرث هاوس دوت موجود، هو عبارة عن هو موجود وبيرجع لعصر الإمبراطور تراجان ونيرون.
وبيجوا يعني في برضو بعض الأسامي لبعض الأباطرة زي هادريان وأنتونيوس بيوس، دول بعض الأباطرة اللي تم ذكرهم أو تصويرهم في الرومان ماميزي بتاع دندرة. طبعا البيلدينج دوت ديديكيتد او مكرس للعضو الثالث في ثالوث معبد دندره اللي هو حورس ايحي ابن الالهه حتحور وحورس بحتتي. الرومان ماميزي دوت كل المناظر اللي فيه بتشير لعمليه تتويج الاله حورس ايحي. والرومان ماميزي بيتكون من ايه؟ بيتكون من اوبن كورت اهو، تمام. وبعد كده بنصل للأجزاء الداخلية للرومان ماميزي اللي هو الأوفرينج هول والسانكتشري، يعني هو أوبن كورت صالة للتقدمة جوه، والسانكتشري اللي هو قدس الأقداس. أوبن كورت، أوفرينج هول، وسانكتشري، تمام. البيلدينج كله محاط بكولونات، خلاص صفة من الأعمدة أهي، صف من الأعمدة، والأعمدة هنا بتاخد الشكل اللي يعني لها كابيتلز، بتاخد يعني أشكال مختلفة. اللي يهمنا إن الأركتري الأباكوس، فاكرين كلمة الأباكوس اللي احنا اتكلمنا عنها اللي احنا بنقول عليها الجزء المربع اللي فوق تاج العمود، وبيسمى كده في العربي طبلية التاج. طب ليه هنقف عندها؟ لأن عليها منظر للإله مين؟ إله بس اللي دايما كان يعني بيبقى دايما مع الإلهة حتحور في الأعياد والاحتفالات ايه بتاعتها، ودايما كان ليه وجود خاص جدا في بيوت الولادة المصرية باعتباره انه هو كان بيساعد السيدة الحامل على الولادة. ادي الكولونات بتاع الرومان بيرث هاوس، خلاص. وادي الأباكوس اهو، شايفين منظر بس خلاص بالتاج الريش بتاعه، لان هو كان اله اصله نوبي. كتير جدا من السكولرز قالوا ان هو اله اصله نوبي، وعادة بيظهر كده بشكل مونسترس فيشيال فيتشرز. في ناس بتقول ان هو كان اصله اسد، بوجه كده اسد، والتانك بتاعه دايما او اللسان بتاعه كان يعني بروديوتينج او متدلي. وزي ما قلنا ان هو كتير جدا اتاكدوا على اصله النوبي نتيجة ان هو كان بيلبس تاج من الريش. مين تاني كان بيلبس تاج من الريش؟ الإلهة عنقت النوبية، الإلهة الأنوبية عنقت اللي هي أنوكس، ودي كانت برضو إلهة للنيل، ودايما كانت بتلبس على رأسها تاج عبارة عن مجموعة من الريش مع بعض. زي ما قلنا ان بس كان إله للأمومة والإله للجاردن بتاع الحامي بتاع البريجننسي والشايلد بيرث، وكان دايما بيظهر جنبا إلى جنب مع الإلهة حتحور، وخصوصا في بيوت الولادة. وفي بعض الأحيان على فكرة كان بيطبل كده بالتامبرين، وشفنا القصة دي في الشابل، السمول شابل بتاعت حتحور في معبد فيلة، تمام. في بعض الأحيان الأخرى ظهر برضو على حاجة كده اسمها السكاكين السحرية، ودي كانت بتستخدم اللي هي الماجيكال نايفز، كانت بتستخدم لحماية أو يعني إن هي بتحمي السيدة أثناء عملية الولادة نفسها. هو كان ليه كده دوماستيك كالت، يعني كان ليه عقيدة شعبية عند المصريين، كان يعني يعتبر إله شعبي شوية، تمام. وده برضو منظر من المناظر. طبعا الكولومز كلها ما بينها وما بعدها سكرين وولز، اتكلمنا قبل كده على السكرين وولز، كان احد الخصائص المعماريه في المعابد المصريه، وبتمثل واحده مثلا منهم اهي الامبراطور نيرون وهو بيقدم النكلس لحتحور وهي بترضع جد حورس ايحي معاه، تمام. طيب نتكلم على الرومان بيرث هاوس تاني. Here we can find the Roman birth house. It's also located to the east of the visitor or to the right of the visitor. Okay. The Roman birth house was located to the right and it was probably built during the reign of Trajan and Nero. So it's a purely Roman building. It bears the name of other emperors such as Hadrian and Antoninus Pius. It's mainly dedicated to the cult of god Horus Ihi. Who is God Horus Ihi? He is the god of childhood or childbirth, and he is the son of goddess Hathor and Horus Behteti, god of Edfu. He is the third member of the tribe of Dandara. Okay, and therefore all the scenes in this building are representing the enthronement of Horus Ihi. بتمثل تتويج إيه هورس إيه. It consists mainly of an open court, offering hall, and a sanctuary.
And the wall building is surrounded by a colonnade here. There are rows of columns with the floral capitals, and the abacus is bearing the shape of Bes. Here you can find هنا the screen walls. And the screen walls are depicting the Roman emperors presenting different offerings to goddess Hathor and her son god Horus Ihi. For example, here we can find god Nero, the Roman emperor Neron presenting the necklace to Hathor and her son Horus Ihi. And we can find here very notable are the abacus here. It's the block, the rectangular block over the capitals of the columns. هي عبارة عن طبلية التاج. They are adorned with the shape of God Hathor in high relief. مصورة فيها God, sorry, God Bes in high relief. وبرضو عندنا بقايا البلوكس. We have also remains of blocks bearing the shape of God Bes in this place. As we said before, God Bes is represented, is the god of a monstrous facial feature. هو كان بشكل كده يعني في كده خوف كده شوية للملامح الوجه بتاعته. With the protruding tongue, and he is surrounded by the manes, the lion of the mane. Some scholars confirm that he was a Nubian origin because he was sometimes depicted wearing a bundle of feathers, مجموعة من الفيذرز over his head. And these feathers or this headdress is a Nubian origin, such as the goddess Anukis, goddess of the Nubian goddess Anukis, the goddess of a inundation, and she was a part or a member of the tribe of Elephantine, جزيرة إيه إلفانتين. تمام، يبقى احنا كده اهوت شرحنا Roman fountain, northern gateway, eastern gateway, enclosure wall, the open court with the open air museum, the mamizi of Tenektenebo, the Roman mamizi, and here we can find إبقى the Coptic Basilica. تعالوا نشوفها مع بعض. البازيليكا القبطية اللي عندنا دي موجودة ما بين الرومان مميزي وما بين المميزي بتاعت نكتنبو. تعتبر من أقدم الأماكن اللي استخدمت ككنائس في مصر، وهي تقريبا بترجع للقرن الخامس الميلادي. يعني البازيليكا ديت يعني هي للأسف طبعا البقايا بتاعتها بسيطة جدا، بس هي كانت مكونة من، هي كان عندها two entrances، الكنيسة والإنترنس الأساسي كان في النورثن سايد، والإنترنس الثاني كان في الثاوزن سايد. وكان فيها، هي عبارة عن صحن الكنيسة كان بيبقى فيه على حسب البقايا اللي موجودة نقدر نستشف ان كان فيها اربع صفوف من الاعمدة، والاعمدة توتال الاعمدة 20 عمود، يعني كل صف كان فيه خمس اعمدة. تمام، وعلى الجانب الشرقي هنلاقي حنية او الشرقية بتاعة الكنيسة اللي هي الحنية، وهنلاقي فيها منظر الكروس داخل الكونشل. طبعا الكونشل كان ليها سيمبوليزم عالي جدا في الكوبتيك ارت، لان هو كان رمز للبابتزم او السول اوف بابتزم، روح التعميد او مياه التعميد، وهو اساسا مستوحى من الميثولوجي الجريك ميثولوجي، ان هو سيمبل اوف جادس ايه افرودايت. خلاص، يبقى the Coptic Basilica. This is the Coptic Basilica. The Coptic Basilica is located between the Mamizi of Nektanebo and also the Roman Mamizi. Here it considered to be one of the oldest churches in Egypt. هي أحد أقدم الكنائس المصرية. And it dates back to the 5th century AD. It had two entrances, one in the northern and one in the southern side. And it consisted mainly of a nave. This is the nave, yes, this is the nave leading to the apse or the eastern side. هي كان عبارة عن النيف دوت أو الصحن. It had four rows of 20 columns, so every row had five columns, led to the eastern apse أو الحنية أو الشرقية. Here we can find the apse of this church is adorned in the upper part with the shape of the cross inside the conchal. And طبعا the conchal was a very important symbol in the Coptic art, and it represents the soul of baptism. بتمثل روح التعميد and the water of baptism, and it's mainly inspired from the Greek mythology because the conchal was the symbol of goddess Aphrodite, the goddess of beauty and love, Aphrodite Anadomene, Aphrodite rising from the sea. خلاص, and her main sacred symbol was إيه was the conchal. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الثلاث مباني اللي عندنا دول. هنلاقي هنا مبنى بقى مربع
تمام، يعني مهم جدا ان انت تقف عنده. ايه المبنى المربع دوت؟ ده اللي هو السناتوريوم بتاع دندرة. السناتوريوم يعني عبارة عن مصحة، خلاص، مصحة للعلاج. والحقيقة دندرة بتقدم لنا، او الكومبلكس بتاع الدندرة بتقدم لنا نموذج الاساس الاوحد والمتكامل لشكل المصحات او شكل البنايات الابنية الطبية العلاجية اللي كانت بتستخدم في مصر في العصر الروماني. المصحة طبعا او السناتوريوم دوت، وعلى فكرة كلمة سناتوريوم استخدمت واستمر استخدامها في اوروبا بالذات، يعني زي ما كان انطقة المانيا وايطاليا خصوصا ايام الحرب العالمية الاولى والثانية كمصحات الاستشفاء للحماية ويعني العلاج من كتير جدا من الامراض زي امراض الصدر بالذات، تمام، وبعض الامراض العقلية. فسناتوريوم معناها كلمة مصحة، مصحة علاجية. طيب السناتوريوم دوت كان متقسم عبارة عن غرف صغيرة جنب بعض زي ما احنا شايفين اهو، تمام. والمصحة ديت البيشنت كان بيقعد فيها وبيتم اجراء بعد او الناس اللي هي تعبانة كان بيتم بقى ايه بعض الاجراءات العلاجية. الحقيقة الاجراءات العلاجية في مصر القديمة كانت بتعتمد على حاجتين. اول حاجة اجراءات علاجية طبية، خلاص، يعني ميديكيشن يعني، وتاني حاجة علاج روحي لسبب، لأن الطب في مصر كان مرتبط أو ممتزج بشكل كبير جدا مع السحر، وكان دايما يعني الأمراض كانت مثلا إله الأمراض في مصر القديمة هو الإله ست، فكان بينظر للمرض ان هو يعني حاجة جلبها الاله وان هي تستحق بقى ان احنا نتلقى بعض العلاج الروحي. طيب العلاج الروحي دوت عبارة عن ايه؟ ان هو بيحصل له حاجة كده زي الانكيوبيشن، او ان هو بينام جوه الاوض المعزولة ديت، وان هو بيتلقى حاجة اسمها ثيرابويتك دريم، او بيشوف دريم او بيشوف رؤية يعني. والرؤى والاحلام الطبية دي طبعا بيشارك فيها يعني بشكل او باخر الكهنة، ان هما يعني بيوهموا المريض ان الاله وصوت الاله هو سمعه في الاوض ديت، وان هو بيوعده بالصحة وبالاستقرار وبالشفاء. دي اجراء طبي كان بيستخدم. ادي اهوت السناتوريوم، شايفينه بقايا المصحة العلاجية. وكان بيستخدم حاجة مهمة جدا اللي هو الهيلينج ستيلا او التماثيل والشواهد العلاجية، زي مثلا ده تمثال لكاهن اسمه الجات هور، وده منظر للإله حربقراط على فكرة، وهو واقف على التماسيح وماسك تعابين في ايده، وفوق راسه راس الإله بس، تمام. ايه اللي كان بيحصل في السناتوريوم؟ هما كان في تماثيل زي ديت كده بتبقى موجوده في المعابد في المعابد المختلفه من اجل علاج الناس التعبانه يعني، بيصبوا عليها ميه التماثيل دي، وفي هنا ماجيكال سبيلز، تعويذ سحريه. فهما بيعتقدوا انه وانس ان الميه اتصبت على الماجيكال سبيلز ديت ان هي بتاخد قوه التعويذ السحريه ديت، وبتتجمع الميه مره اخرى في حوض او بيزن هنا، تمام، وبيبدأ الإنسان المريض بيشربها ليتلقى العلاج أو إن هو إيه يعني بيخف، تمام. دوت كانت نبذة بسيطة عن طريقة العلاج إيه في مصر والسناتوريوم بتاع دندرة، وليه السناتوريوم بتاع دندرة مهم. هنقول الجزء دوت تاني بالإنجلش. The sanatorium of Dandara is one of the most important buildings in the Egyptian temples. Because it represents the only surviving shape of medical buildings in the Egyptian temples here, an independent building used for ill people. هو مبنى مستقل يستخدم for ill people. It consists of separate rooms for the patients and it's erected from mud brick. The sanatorium combined two therapeutic procedures. كان في إجراءين علاجيين في هذا المكان. Incubation اللي هو العزل، وان هو بيشوف بقى احلام معينه زي ما قلنا. incubation by receiving the ill people، ان هو بيستقبل الاله الناس العيانه. were prepared for the therapeutic dream and also the process of pouring water on the healing status in order to activate the magical formula. ادي اهي الشكل الماجيكال ستاتوس اللي احنا اتكلمنا عنها، خلاص. these healing statues were found in the Egyptian temples and they were usually found here with the shape of Horus
تمام، والحورس حرب قراط، standing on two crocodiles holding the snakes, and once the water was poured, the magical spells here were activated. يعني ايه activated؟ ان هي حصل لها يعني ايه activation وتشتغل. And the collected water here was drank by the ill people seeking for cureness. So, and this was widely used in the sanatoria of Dandara. And this was confirmed by the existence of drainage system. تمام، احنا عرفنا منين ان كان في ميه واستخدامات للميه في هذا المكان؟ ان احنا لقينا بقايا لعمليه صرف او يعني drainage system او طريقه لتصريف الميه داخل السناتوريوم بتاع ايه؟ بتاع دندر. ده احد المباني طبعا المهمه جدا، لان هو ملوش شبيه في اي ايه مكان اخر. نرجع للخريطه تاني. ادي الخريطه اهيت، هنلاقي برضو عندنا من المباني، احنا لسه ما دخلناش جوه المعبد الرئيسي، دي كلها مباني خارج اطار معبد حتحور. ادي اهوت الساكريد ليك. طيب الساكريد ليك طبعا كانت موجوده في مصر، وعندنا مثلا الساكريد ليك الموجوده في معبد الكرنك وما زال فيها ميه، انما الساكريد ليك بتاعه دندره ديت هي يعني بحيره مقدسه لكن مش موجوده فيها الميه طبعا حاليا. وزي ما قلنا قبل كده ان الساكريد ليك ديت بتعتبر ناس شبهتها ان هي البرايموديال ووتر اللي ظهر منها بقى المعبد وكده، وان هي كانت بتستخدم طبعا المياه بتاعتها للتطهر ولاجراء الريتشوالز المختلفه اثناء الاحتفالات المختلفه للمعبد. الساكريد ليك ديت تقريبا 25 متر في العرض و 31 متر في الطول، وفي كل ركن هنلاقي فيها ستير كيس او سلم تمام بيؤدي لقاع الساكريد ليك نفسه، وطبعا دي كانت بتستخدم لتنظيف المكان. تمام، وعلى الساوزن بارت في الناحيه الجنوبيه من الساكريد ليك كان في منصه كده او مصطبه صغيره كان بيتحط فيها او لقينا فيها بعض الساكريد ستاتيوس او اماكن لوضع بعض التماثيل، منصه كده عاليه على الساكريد ليك كان واضح ان هي كانت بتستخدم لوضع بعض التماثيل الخاصه. طبعا الساكريد ليك زي ما احنا شايفينها دلوقتي هي خاليه تماما من الووتر، ويقال ان الساكريد باركس كان في كده مكان للساكريد باركس لان هي بتتحط المراكب المقدسه بتاعه تمثال الالهه حتحور كانت بتتحط بجانب الساكريد ليك لاجراء بعض البيوريفيكيشن دي. تمام، so the sacred lake is about 25 meters in width and 31 in length. As we said before, the sacred lake is a very important feature in the Egyptian temples. We have an example of the sacred lake in the temple of Karnak and here in the temple of Dandara, in the complex of the temple of Dandara. However, this sacred lake is empty. In the four corners, we can find a staircase. The staircase was used for reaching the water and also for cleaning the sacred lake itself. And in the southern part of the sacred lake, there was a high bench. Or a basement for using it was used for receiving different divine statues. دي أهم حاجة تتقال في sacred lake بتاع الدندرة. And it was once used for the sacred barks of the deities during the festivals. كانت بتستخدم أثناء المراكب المقدسة بتاعة المعبد. الحقيقة هنا كده احنا كده خلصنا مجرد الحاجات اللي بره المعبد. بعد كده ان شاء الله هنتكلم على المعبد الرئيسي بتاع الإله حتحور من جوه، اللي هو المعبد الايه نفسه ان شاء الله.